سلام بنات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت باش نديرو باش نبارطاجي معكم وصفه ديال الدجاج معمر بشاركوتري والبيض وبصله. كما كتشوفوا هادو هما المقادير اللي عندنا، هادو هما المكونات. عندنا صدر ديال الدجاج، عندنا دان فومي، عندنا فرماج احمر، عندنا بصله مويان مقطع رقيق اون بيتي دي، عندنا تما العطريه فيها الملح البزار والتحميره. تما البنات انا التحميره غتبان لكم شويه بحال غليظه، كنصايبها غير في الدار، ما تنبغيش ناخذ صراحه هذيك ديال الزنقه، ما كتعجبنيش، ما تتعجبنيش وصافي. شي نهار ان شاء الله نبارطاجيها معكم. صافي، عندنا 4 د البيضات وعندنا الصوجا. كما كتشوفوا دابا دزنا ليطاب الاولى، هو اننا هذاك الصدر ديال الدجاج اللي جبنا غادي نعاودو نقطعوه لشرائح اللي هما رقاقين. كما شفتوا الطريقه باش كنقطعو، هو انني كنحط الصدر ديال الدجاج فوق من القطاعه، وكناخذ واحد السكين اللي هو غليظ، كنحط يدي فوق من الصدر ديال الدجاج وكندوز هكذاك الموس من وسط منه باش هكذاك كيتحل على جوج، اولا كيولي السمك ديالو رق من اللي كاين اصلا. كما كتشوفوا انا راني كنشرح وكنعبر لكم، ولاني فجيت نمونطي الفيديو لقيت بان واحد الضجيج كان من مورايا، ولادي كيلعبوا وكيضحكوا وكيهضروا، فقلت من الاحسن نصوروا لكم هكذا فوا اوف. صافي، كما شفتوا هنايا قطعت الصدر ديال الدجاج كامل. كما شفتوا الشرائح كيكونوا خفافين ورقاقين، باش هكذا منين كنديروا لو غولي ديال الدجاج ما كيجيناش داك الصدر غليظ بزاف، وكيجي شويه خايب في الماكله ديالو. صافي، هنا دزت ليطاب الثانيه، هو انني كندير المقله تسخن، كندير فيها معلقه كبيره ديال الزبده وكنضيف عليها بصله حتى كتشحر مزيان، ومن بعد غادي نضيفوا عليها البيض. كما كتشوفوا بهاد الطريقه غادي نشحروا بصله كامله ديالنا حتى كتعسل. البنات كتبان لكم بحال ولات كاراميليزي، كتتعلك مزيان كتشحر، باش هذاك المذاق ديالها المعسل كيطلق في داك البيض، كيجي واحد المذاق اللي هو هائل مع الزبيده. صافي، غنبقى هكذا نشحر فيهم وانتم معايا. صافي، كما كتشوفوا البنات هنا دزنا المرحله ديال المونتاج، ولا كيفاش غادي نصايبوا الصدر ديال الدجاج. كما كتشوفوا انا شديت الفيلم اليمونتير اولا السولوفان، فرشته على جوج مرات، العرض ديالو على جوج مرات، وبقيت كنسرح هكذا الصدر ديال الدجاج وحده فوق وحده، ما كنخليش الفراغات بيناتهم. صافي، ومن بعد اي بلاصه بانت ليا هكذا باقا شويه غليظه كنضربها بيدي، ولا سينو الا عندك داك المطرقه ديال اللحم باش كضربي اللحم ضربيها بها. صافي، كما كتشوفوا وخليتو هكذاك. هنايا البنات دزت كنوريكم كيفاش غادي نضيف داك البيض. البيض ما كتحاولوا ما تخلطوش بزاف، غادي نديروا 4 ديال البيضات، غادي نضيفوا عليهم العطريه ديالنا مليحه وبزار والتحميره والصوجا. الصوجا البنات هنايا عندي معلقه كبيره ديال الصوجا. صافي، كنخلطوا كلشي وكنضيفوه فوق من هذيك البصيله وكنحركوه غير شويه باش كيتحرك كيتخلط شويه داك البصيله مع البيض، غير كنحركوه واحد شويه. هنا وريتكم الصوجا اللي استعملت. صافي، كنخلطوه واحد شويه وكنغطاو عليه باش كيطيب على خاطر. هنايا البنات دزنا كنوريكم كيفاش كندير الدجاج. درت ليه مليحه وشويه ديال البصل،
صافي كديري ليه كتفحل قلتي كترشي عليه هكذا مليحه والبصل صافي، وغادي ندوزو باش نبداو نعمروه. كما شفتو البيض كيفاش خرج لينا، خصو يخرج مسطح ما يجيش فيه دوك الدريجات وداك الشيء كامل. صافي هنا غادي نبدا نايطالي فوق من داك الستر ديال الدجاج باش يكون اكيليبري كامل، لان شويه تنفخ ماشي مشكل، غير انا باش يجيني هكداك، باش كيجينا هكداك مقاد ومستوي في الصدر ديال الدجاج كنايطاليوه في الصدر كامل. صافي وكندوزو باش نكملو العمارة ديالنا. صافي البنات هنايا كما كتشوفوا كندير العدن فيمي، كنديرها فوق من هذاك البيض، كتفرشيها مزيان بحال هكذا كما كتشوفي صافي. ومن بعد كنديروا فخوماج احمر، يعني طريقه سهله البنات، وكتجي واحد البنه غزاله. اللي كيبغي مازال البنات الحار يزيد الحار مع البيض، تزيدي الهريسه ولا تزيدي السودانيه اللي بغيتي، كيجي غزال. انا درتها كليتها زعما درتها ابار، لان عندي وليدات صغار حتى هما غادي ياكلوا معايا، ما يمكنش لهم ياكلوا الحار. صافي كتجي البنات يا سلام، كتجي غزاله واحد البنه، وكتجي زعما صراحه شي حاجه اللي هي مختلفه وبنينه بزاف. صافي كما كتشوفوا هنايا، من بعد ما درت الفرماج احمر بقيت كنرولي هذاك الدجاج. البنات خص واحد شويه ديال الصبر، واحد شويه ديال الخاطر. هو كيترولا فحال كتحسي بيه غادي يتحل، هو لا راه شاد اللحم بعضياته. صافي كما كتشوفوا هنايا غادي نروليه، تتسديه بشويه بشويه بشويه، ومن بعد كتسدي عليه دوك الجنيبات ديال السلوفان، وكتبقاي تروليه مزيان بحال كديه وتجيبيه هكذا فوق من الرخامه. صافي ومن بعد غادي نديروا له البابي الومنيوم، وغادي نديروه في الصينيه اللي غادي تدخل ليها الفران. صافي البنات كما كتشوفوا حاولوا ما امكن من تكونوا كتلويو من كتكونوا كتلويو في السلوفان، في السلوفان تجمعوه مزيان وتلويوه مزيان باش هكذا كيبقى مزموت داك الصهد فيه لداخل. كما شفتوا هنا البنات باش دخلتو الفران درتو في المول ديال الساج، ودرت عليه نص كاس ديال الماء باش هذاك الماء بحال كيزيد كيعطي واحد البخار اكثر. صافي كما كتشوفوا البنات هذه النتيجه النهائيه. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتعجبكم وتجربوها، وتخليوا لي في لي كومونتير. من هنا المره الجايه كنقول لكم تهلاو في راسكم، والسلام عليكم.